رد بالك رد بالك نضال السعدي يزمك تعرف معناها وتشوفه سيرسين على الخشبة في المسرح الفرنساوي يا الفرنساوي رد بالك عند الفرنسيس يعبي في باريس ويعبي في ليون ويعبي في مارسي ويعبي في كذا ويعمل في الوان مان شو اللي هي مش سي في فرنسا بالفرنسية طبعا الفرنسا يعني مش في تونس في مراد خلفك السين الأخرانية أنا بالنسبة لي ستانكو جيني راهو تاع ساوسن جملي اون تيرم دو ماركتينغ ستانكو جيني اسمه معناها ان تري دو جيني ومش ان كو جيني على خاطر خليت كل احتمالات ممكنة خليت الامكانيه القناه نتاعها باش تعاود تكتب وعموما اعطات الدليل وانه البرودوي الكل لا ميتريزي من اول لاخر معناها هزت بيد المتفرج وين حبت هي بالضبط انا اعتبر انه السنة عنا نشات على الاقل رسميا نشات مخرجه بارعه جدا متميزه صبر انا قلت لي صبر ما لوجدتش برشا اني تبكي العبيد اكثر من اللازم عندي مليحه صغيره بركة صغيره بركة انا متاكد انه لو كان العام الجاي تخدم اكثر شويه النصوص بما معنى لي ديالوج ترتقي من 4 ايطوال ل 5 ايطوال بالحنكه نتاعها ان توكا العمل ناجح ان توكا الناس حبت العمل على قناه الحوار التونسي والبوليس ما فهمتش في وسط هذا الكل والعداله الالهيه اللي طبقت على الارض علاش هو خرج ابريتو هو كان بوليس فاسد في وقت ما وباع القضيه ولا يبيع في المخدرات وغيره باش ينجم يداوي بوه علاش ولاد مفيده الكل دخلوا الحبس الا السيد هذا البوليس اسال علاش برهان علاش زعما ها الرمزيه علاش علاش الرمزيه شنو هي الرمزيه استناوهم في الجزء السادس تو نشوفوا فما جزء سادس طبعا يا ولدي هذا كلام سيدي حكينا على ولاد مفيده يعطيهم المساحه على العمل اللي شد التوانسه الكل في رمضان وانتهى البارح في اخر حلقه شفت محلال المنافسه رفيق شفت محلال المنافسة وقت نبداو عنا زوز قنوات يحترموا رواحهم يعطيوا بلاصة المخرجين ومخرجات من نوع متميز فما قلبة بقلبة سميهم القنوات سميهم سميهم تاسعة والحوار شكرا والوطنية لا والوطنية زادها وعندها عندها عندها ناصر البدوي يعني نكملوا ثلاثة زي ناصر البدوي أنا حبيت نحكي حاجة واحدة إنه العادة نحن وقت نحكيو على رمضان نحكيو على الكاميرا كاشي موجودة في القنوات نتاعنا الكل إن اليوم الكاميرا كاشي في حتى قناة تونسية باستثناء حنا بعض اللي بريمون الناس الكل اللي ما كانتش تتبع فيه عملت كاميرا كاشي اسمها الكنز ما نجحتش يبدو لي احنا المشكل الكبير اللي لقيناه في السنوات الاخرى يا نعملوا كاميرا كاشي باش نلعبوا بها الناس وما تضحكش ولا فيها معناتها حاجات اللي هي مش مقبوله ومش معقوله وما يقبلهاش الراي العام لكن فما انسان قعد بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب قعد يضحك روف كوكا قاعد يخدم على قناه 20 218 218